ولا أسئلة، ما في أجوبة إلا ليش أنا خلقت بفقر وغيري خلق بغنى. هي الدنيا بتذل ما بتضحك للكل، ناس لا حول ولا وناس كل شي مأمن له. عنا حكي كتير نسكت لنمشي الحال، ما الحكي اللي منحكى أصدق من يلي انقال. مثل الخشب الغيبة. حدا شايفك؟ لا ما حدا. اشتقنا والله. ايه يلا اعمل اللي بدك تعمله على السريع لاني منشفه. سيرينا انا عملت هيدي الحجه لحتى اشوفك. صراحه من وقت العرس وانا مخطوط ومش عم استوعب. هلا انت البنت اللي كنت اقصدك اليوم صرتي هون بنص البيت؟ شو بدك رائد؟ حسك عم تكذبي. نحن أصحاب ورح نبقى، بعدين كل ما اجتمعنا بتضلك مسمر عيونك فيا ولا منك منتبه على حالك؟ لأن بكل صراحة ما عم أقدر شيلك من بالي. عم فكر فيكي أنا وبالشغل
حتى ومع رفقاتي. أنا رح أرجع. وأنت؟ عم بتفكري فيي؟ أنا مرة مجوز، احترم حالك. نسيت. هلا بيقتنعين إنك تجوزتي عمي لأنك بتحبيه؟ أنت تجوزتيه كرمال مصرياته. مش مزبوط، حاجتك بحرام. هلا بنت مثلك حبت رجال قد بيها وشافت فيه رجال أحلامها؟ خلص بكفي. لا مش خلص. لو فعلا بتحبيه ما كان كل واحد منكم بينام بغرفة. شو؟ بيان سكتة. لحد علم البنت أول ما تتجوز تكون مش مصدق أنت تكون هي وجوزها بنفس الغرفة. ولا شو؟ شو عم تتجسس علينا؟ هلا هيدا المهم؟ خبريني لشو تجوزتي لعمي؟ شو كان هدفك من هالزواج؟ كل ما روح لعند أنيس الزفت برجع قرفانة من حالي. ليش عم بعمل بحالي هيك؟ ليش؟ ليش مقلل زياراتك لعندي يا هبة؟ زعلاني مني شي؟ أنا أزعل منك؟ تلقمني أنت؟ أكيد لا. لكن شو القصة؟ جرحني نور كتير آخر مرة حكى معي فيها. حسيته مش طايق يشوف صورة وجهي. فقلت بخفف الزيارات. بركي بريحه شوي. نور أوقات بيكون فج شوي، بس ما في أطيب من قلبي. شو بدنا نعمل؟ الرقاصة ساحرته واخدت له عقله. الله يهديه ويتركها. هبة حبيبتي، إذا بتحبيني وبتعزيني بديكي تيجي عطول. هيك بركي إذا بضل يشوفك بحن قلبه وبصير يحس بالفرق بينك وبين هديك البنت. تخيلك يا هبة، قلبي عم بيحترق وما قادر أعمل شيء. بعرف، حاسة فيك. هيك؟ مش عم تفكر تروح تزور سيرينا؟ بلا أكيد، بس خيي ما بعرف، ما فينا. ليك يا صاحبي، الناس أجناس. بتعرف شو أحلى شي عاملة هون بالحي؟ تحس البيوت كلها أهل، بيت واحد، ما في واجبات، تحس كلهم بيناموا بوابهم مفتوحة. طبيعي يناموا بوابهم مفتوحة، أصلا زفات الحرامي ما في شي يسرقوا. والله هيك أنا لازم أسألك، أنت بتعرف أكتر مني. لحظة، ما تفكر إنه أنا إذا رحت بكون مبسوط أو إنه ضميري مرتاح. ليك أنا كل ما أروح قلبي عم يدق بسرعة، يعني في وسواس براسي عم يقول لي خلص أنت حتنكمش. كيف تعرفت عليه هذا الشبح؟ وين تلقط فيه؟ الشبح شو بدي قلك، قد ما بدك في منه بهالشارع. يعني اذا بتروح في قونطجيه وزعران من هون لبكره. هو عامل لك نفس ارجيله لنقعد شوي قبل ما ننام. انور شو بعدك بتحبه؟
وهي شو بدك فيه تفتح لي شو هات يلا؟ حبة؟ كلمة كتير صغيرة قدام اللي بحسه، كتير صغيرة ولا شي. ولا مرة عطتني أمل، ولا مرة عطتني فرصة. نار يا حبيبي نار. أمولة وين الحيوان؟ أنا ما قلت لك تقول لي ينطرني؟ رحيتك ما بعرف. بتعرف؟ عم تعلم على الشرح ولا هالمرة حمرق لك إياها، مرة تانية رح أعضعك كلك ولا فهمت؟ يا ابن الكلب. يا ريت بتجيب لنا الفحمات وبتكمل معروفك لانه بنشرب هالراس. يلا بعد شوي بنروح نجيب. بعد شوي؟ ما ولعوا. معلمتي بتقول لك انه ناطرتك الليله على السهره، محضره اجواء كثير حلوه. يا ريت بتوصلي لمعلمتك انه قبلنا العزيمه. نور كمان رح يسهر معنا. حلو. صرنا نسهر مع الدوله هالايام. زياد فش جيب لنا هالفحمات على مول معروف. ما تتأخر. ما راح تأخر. اشتقت لها مثل هيديك الليلة. انت اشتقت؟ زينة انا عم جرب انسى هيديك الليلة، يعني غلطة وصارت وندمان كتير انه صارت. أنا وياك لازم نكون أصحاب بس. سيا سيا شو صار؟ أوكي؟ لا أنا رايحة أسهر، بتوصيني بشي؟ عندي فكرة عن نشاطك بالليالي. يعطيكي ألف عافية، عم تتعبي. ميرسي. هفوقة، أنا كتير مبسوطة لك إنك تجوزت، لأنه هيك بتلتهي بعروستك وبتبطل تعمل تحري علي بالليالي. برافو عليكي، ذكية. ما هيك؟ تبعتي إني عم براقبك بالليالي، بس في شغلة كتير مهمة ما انتبهتينا، إنه هيدا اللي اسمه طارق عم يضحك عليكي ويستغلك. ما سألتي حالك ليش رجال أعزب مثله لخلفه لقدامه ركض ورا مرة مجوزة وعشوائي رح تجوز ولاده؟ عصام ما خصك بحياتي. وإنتي فكي عني وعن مرتي، ما خصك بحياتنا. عفوقة وين الست مرتك منا قاعدة معك وسهرانة؟ لحقت هالقد عبكير تزهق منك؟ يلا Good night Sleep tight. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أنور، سنة حلوة يا جميل. مرسي يا جونا. ولو
عاد عليك بالنور. مرسي زينة. ولو عشو مع المفاجأة الحلوة. بتعرفي انت انه قصتي ما حدا عامل لي المفاجأة. طيب ما بدك ترقص الليلة؟ ما جاي عبالي، جاي عبالي شي تاني. شو جاي عبالي؟ جاي عبالي اتأمل بهالوجه الحلو وبهالعيون يلي بيقتلوا قتل. مهضومة مهضومة كثير مهضومة. بتعرف كمان شو جاي عبالي؟ شو؟ جاي عبالي لزق فيه لتخلص هالدين. نشرب كاس. تشيرز تشيرز. مبسوط بالسهرة؟ رأيي أنت بعرف أنك مبسوط، بس بحب اسمها منك. بحبك موت فيك. ألو كيفك؟ كيفو بي؟ كيفو سامي؟ طمنونا عنكن. عايشين عم نتنفس. ليكي أختي بكرة بتجمعوا لي حالكن كلكن وبتجوا لعندي. اشتقت لكم كتير وبدي أشوفكن. حلو مش حلو؟ ليكي وإذا ما عرفتوا تجوا ببعت لكم هالشاب اللي عنده العصام. بيقبل جوزك المصون إنه نزورك؟ لك شو بك أكيد بده يقبل. بيصر له ولا تجوا. يلا ناطرتكن بكرة. باي. أوكي. شو قلت لك؟ بدها ايانا نروح لعنده. عن جد؟ اكيد بنروح. شو بلشت تنقدي على هالحسين وتكبي سمك عليهم او بعد؟ يعني بلشت هيك على الخفيف. ليش انت عندك شيء اسمه على الخفيف؟ ايه انه هالمره جا عبالي العب لهم باعصاب ومسمس. انت مره داهية. وشو مفكرة تعملي بهالمعطرة؟ معطرة؟ قلت ما هي معطرة بتبين بريئة بس منا هينة. أصلا أنت ما في شي بيكع عليك. ولا حدا بيكع علي، حتى أنت زبطت لك وضع وعرفت أنه ممنوع الغلط معي أو لا. علي علي شو بك؟ إيش هذا الشبع ضربني؟ أنت وتخلصني منه يا زلمة. مش هنخلص منه هيدا علي، لازم تفل من هون. أنت خلص صار خطر عليك. لوين بدي فل؟ لوين بدي فل يا زياد؟ لوين؟ أنا بيتي هون، أنا عايش هون، ما إلي حدا. أنت لازم تفل، أنت لازم تفل من قدامه لهذا الشبع. أنت قدامك بعدك شاب أول عمرك، روح دبر مستقبلك، روح.
خيي أنوار بمشي لك حالك منيح. مين هيدا أنوار؟ بتمنى تسمعوني منيح. بهالدير عنا قوانين ما منقدر نتخطاها. إلي فترة بحس إنه في ناس عم بتزيدها شوي، وهالشي بطل مقبول. أنا بعرف يا أمنا الرئيس إنك عم تحكي عني، وأنا بعرف إني أوقات عم زيدها شوي. بعتذر منك قدام الكل، بطلب منك تسامحيني. ريتا ما خاصة، أنا اللي طلبت منها إنها تساعدني بمشاكلي وهي قبلت. أنا اللي طلبت منها إنها تترك الدار وتخرق القوانين. هي ما ذنبها، هالغلطة غلطتي أنا. نجات، نحن من أول يوم استقبلناكي مش معتبرينك غريبة، معتبرينك وحدة منا. بس أنت وريتا عم تزيدوها شوي. صدقوني أنا مش زعلانة منكم، بس أنا عم بلفت لكم نظركم للقوانين وبطلب منكم تنتبهوا. لشو كل هالأدوية؟ لو من هالأدوية كان قلبي انطفى من زمان. سلامة قلبك. تعرفي شو أحلى شي فيكي سيرينا؟ شو؟ إنك حنوني وقلبك طيب. أنا بحياتي ما حدا عملني بهالحنية وبهالاهتمام. ليش أمك ما كانت تهتم فيك؟ لما توفت أمي كان عمري 6 سنين تقريبا. بي رباني وبي رجال قاسي الله يرحمه، وما بيظهر عاطفته، بس ترك لي ثروة كبيرة كان همه أني أنا أعيش حياة كريمة. الله يرحمه. تعرف نحن منشبه بعض كتير، لقيناتنا ربينا بلا أم. بس أنت أمك بعدها عايشة سرينا. شو النفع يا عصام إذا عايشة وما بشوفها؟ تعرف قدي أنا بحس أني بحاجة لأم وما بلاقيها. جربي تجمعي عائلتك. سيا، أمي وبي مش ممكن يجتمعوا، عائلتنا فرطت من زمان وما بقى ترجع. وحياتك وحياتك انت انه ما في شيء بيني وبينها. مدحت ما تحلف فيي، شو طالع عني يعني بدك ياني موت؟ لك اخر مره حلفت سفقتني كذبه قد راسي. انا السياره بعد لهلا ماني ناسيتها. صبرك يا ايوب. من الآخر شو في نازلة فيني سؤالات سؤالات بآخر هالليل؟ بدي أعرف شو في بينك وبين ست الحسن. إيه علينا. إيه والله تحملني عأساس إنه أنا اللي خينتك واللي حطت لك كرامتك بالأرض، ما هيك؟ يا عمي كل القصة إنه رحت بدي غير لها جرة الغاز. اسم الله، لوين مقضي هالعمر بالله؟ يعني قبلك مين كان يركب لأني انت الغاز؟ ما بعرف، بروح بسألها؟ ليك يا مدحت، إذا بعرف إنه عيونك بيروحوا هيك أو هيك بدي فكلك رقبتك. خليني رايقة ها، وإلا بدي أقتلك وأقتلها وفوت على الحبس، فاهم؟ حكينا كتير، رح أتركك ترتاح وتنام. تصبحي على خير سيرينا. ليكي أنا بكرة مش رح كون هون، بس سلميلي على بيك وأخواتك واهتمي فيهم كتير منيح. بصبر.
سيرينا رائع شاطة. جي بسرعة عندك ليه؟ نام يا ست الحسن. أخذ بيبروني ونام. افتحي لها الشباك لأنه بيتك صار بده تهواية وما بقى تتنقوزي علينا لأنه مدوحتي بيموت بريحة إجري. يعني ما إليك خبز معه، فهمتي؟ شرشوعة كلبة. شو بدك فيه رائد؟ الله يخليك، ما بدي مشاكل بهالبيت. انت بأوضة وهو بأوضة، شو صار عليك؟ ليه عم تعملي بحالك هيك؟ بعدين مش حرام بنت بجمالك ما تعيش علاقة طبيعية؟ أنا راضية. انت كذابة. رائد دخيلك فل، إذا حدا بشوفك كنت انفهم القصة غلط. روقي عمي لما ينام بيتخدر، وأمي منا هون، ما حدا رح يعرف إني أنا عندك. أنا ما بدي أذيكي، أنا كل القصة بس بحب أكون حدك، ورح أعمل المستحيل حتى أحميكي. شو بتعمل؟ ماشي، بس بحب أشوف عيونك عن قريب، لأنهم بدي يفضحوكي. فل هلأ رائد، بوعدك بكره منكفي حديث، بس هلا الوقت مش مناسب ابدا. طيب جيدة كانت السهرة. ايه والله رائع. انور قول، مش عارفك جيب لي السيارة، مش اشعة كلها على بعضها. وين صافف؟ هونيك شي محل. انطرنا انطرنا، ما تطول بشرفك. انت بيك شي براسك؟ مش معقول. ولك انا عم قلك شفته بعيني ظاهر من غرفتها وجه الضو، والمعلم بسابع نومه مش حاسس بشي. عاملي حالة بريئة بنت الكلب. ولك لحقت؟ لحقت تلعب على الحبلين هلا؟ شو رح تعمل؟ رح تخبر الخواجة؟ والله مش عارف، محتار. المشكلة انه الخواجة ما بيحمل صدمات. ايه بس مش معقول ما تخبره وتخلي وحدة مثل هي تضحك عليه.
المهم هلأ أنت ما تحكشي، تركيني أنا أعرف أتصرف. خلص نجاة، قررت تتركينا؟ غصب عني وحياتك، بس لازم روح على شي أوتيل فكر شو لازم أعمل. خليكي، إحنا كلنا منحبك. أنا بحبكن أكتر، بس لازم روح، ما بقى بدي أعمل لك مشاكل. يلي كنت خيفاني منه بطل من هالدنيا. ساعديني أقدر أوقف على إجري، ساعديني أقدر كمل. صلي لي، رح أحملك بصلاتي، رح أشتاقلك كتير، وأنا كمان رح أشتاقلك كتير. صلي لي، انتبهي على حالك، لا تنسي تصلي. الله معك. ما عم بفهم لشو بدها تنطعنا كنا لنشوفها؟ ما امبارح كانت هون. انا ما رح غير ثيابي، رح روح هيك. ساره قربي شوي، ليكي جربي هونيك، اختلي باختك على جنب واطلبي منها شويه مصاري. لحقت تخلص اللي معك؟ لك شو بدك انت هلا، لحقت ولا ما لحقت؟ بعمل اللي بدي انا. انا ما لي عن اطلب منها، انت فيك تطلبي منها، بعدين ما تخافي عليها، جوزها محطش هالقد مصاري. طيب بس على شرط. شو؟ نقسمهم انا وياك. ماشي. يلا وين صرتوا؟ تأخرنا. لك هيدا التاني. يلا جايين جايين. لبست؟ ايه. ايه يلا يلا قومي قومي. ما تنسى اللي قلت لك اياه. يلا تفضل. مرحبا رائد. أهلين عمي. ليلى، ما بدي أوصيك، اهتم منيح بضيوفك وكرميهم مثل ما لازم. أعطيك العافية. شو يا ليلى؟ من إنها ضيوف من غير شر؟ ست سيرين عازمة أهلها لعنا اليوم. آه، شو هيدا البيت صاير مثل المزرعة، اللي فايت فايت واللي ظاهر ظاهر. وانت ليه هالقد معصبة؟ إذا هالقد مزعوجة من هالناس ليه بحالك بشي؟ شوفي رفقاتك، ظهري، عملي شوبينج، مشتقتي للبوكر؟ ما فشر، هيدا بيتي، هن اللي بيظهروا. أهدي أم رائد، أهدي، هيدا البيت صار لسيرينا، تقبل الموضوع. عم من وين أنا إجتني هالسيرينا؟ من وين؟ في أعرف شو عم تعمل يا خواجة؟ شو خصك أنا شو عم بعمل؟ بعدين ليه عم تحكيني بهالطريقة؟ ليش مينك انت لحتى نخاف نحكي معك بالله؟ ليك اسمعني منيح، انت ورجالك وقبضياتك وجربيعك كلكن ما بتخوفونا، نحنا ما منخاف وما منغير مبادئنا. روح روح خيط بغير مسلة. شو بك سهام فلتاني على الزلمة؟ احترمي حالك. انت يا أنيس يا جربوع يا مقلعت يلي ريحتك طالعة، بدك تعلمني على الاحترام؟ شي بيعرف بس شو شباب؟ عيب عرفان ولا؟ ماما أنا الحق علي، أنا ما كل شي صار فيه من وراي الحق علي أنا. لك حش تضوي، رح تفولي علي للزلمة. خلينا ننزل جيب لك فنجان قهوة تروق شوي. ما كان لازم يفلتوا لهيداني بال المرض، كان لازم يدعسوه مثل الصرصور. Thank you.
عجبك هيك يا ست؟ مبسوطة انك عملتي هيك بابني؟ ابني الوحيد اللي ما عندي غيره صار بين الحياة والموت بسببك انت. ليك يا ادمية، اذا ابني بيصير له شيء رح اتشك عليك وحملك كل المسؤولية. عم تبكي عليه ما هيك؟ شو نفع الندم هلأ؟ أصلاً دموعك مثل دموع التماسيح. سحرتيه، نزعتي له مستقبله وعم تبكي هلأ؟ فلي من هون، فلي. ابني مش عايزك ولا عايز دموعك. هوه روقي شوي عليا يا مدام، رحمية. فلوا من هون احسن ما جرسكم، نحن ما بدنا عالم وسخه مثلكم تحن علينا. فلوا لك، فلوا، فلي من وجهي. ماشي حبيبتي، ماشي ماشي، ما بدنا مشاكل، ماشي. ابني يا هبة، شو رح يصير فيه؟ غيلك بليلة، شو رح يصير؟ ابني ما عندي غيره. أسئلة ما في أجوبة إلا.
ليش أنا خلقت بفقر وغيري خلق بغنى.